نازل علي غضب اسمه القراءة، وغضب أكبر اسمه حلقات النقاش التلفزيوني. يمكن تكون القراءة مفيدة شوي، بس طق الحنك بالمقابلات التلفزيونية مش عم لقيله تفسير. ما بدي لوم التلفزيونات لأنها مضطرة تعبي الهوى ببلاش، بدي لوم حالي ولوم اللي مثلي اللي منصابين بهالمرض، مرض الاستماع إلى جعدني وتخبيص وادعاءات معرفي وتفنيص. طيب شو الله جابرني على هالتفاهات واللتلتات؟ ما بخفيكم أنا رحت سألت طبيب نفساني، قال لي يا ابن البلد كله هيك، البلد عنده انهيار عصبي، روح شوف طبيب أعصاب. رحت لعند الطبيب لقيته قاعد عم بتابع مسلسل تلفزيوني. هذا رأيي، فكر فيها.